سلام حبيبتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة مزيانة؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. كنقول لكم مرحبا بكم بنات القدام والبنات الجداد اللي معايا، وحتى الاولاد مرحبا بكم. اللي كنتي اول مرة كتشوفي القناة ديالي فما تنسيش لايك الفيديو الى عجبك، واشتراك في القناة الى عجبك المحتوى ديال القناة. ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي سهله ماهله البنات، وفي الاله العجيبه اللي هي هاد الطحانه هذه. غادي نديروا فيها واحد الكيكه ببيضه وحده، يعني سهله 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 بزاف، يعني ما فيهاش مكونات بزاف، بضان نتاع درهم. المهم باش ما يكونش اشهار ولا شي حاجه، المهم ضان نتاع درهم وبيضه وحده كما كتشوفوا، كاس ديال سنيدة ونفس الكاس ديال الزيت ولكن ما عامرش البنات. وعندي هنايا شويه ديال اللوز وشويه نتاع شويه ديال الكركم وشويه ديال الكاوكاو كما كتشوفوا هنايا، قطعته يعني غير هكا حجم كبير باش هكا غيبان في الكيكه كتشوفوا. صافي هذا دانيت عندي للتزيين، غنخليه جنب. وعندي خماره واحد فاني، يعني درهم درهم وبيضه بدرهم، يعني ما كاينش شي مقادير اللي هما كثار بزاف وفي نفس الوقت سهله البنات. ممكن ناخذ اولا البيضه ديالنا، كنضيفوا البيضه في هذه الاله هذه العجيبه. صراحه البنات اللي ديجا شاركت معكم فيها شحال من حاجه، يعني كنتقرد الربيع، البقوله، الطحن، اي حاجه كانت يعني عندها بزاف ديال الاستعمالات، فقلت علاش ما نشاركهاش معكم. انا ملي كنكون مزروبه كنعمل الكيكه ديالي غير هنايا نتوما تشوفوا، يعني ملي كنكون مزروبه كنعملها غير هنايا دغيا دغيا كتطلع. المهم خليكم معايا، غادي نضيفوا كاس ديال السكر سنيده ونفس الكاس غادي نديرو فيه الزيت، الزيت نباتيه وهو ما يكونش عامر يعني فحال سنيده. هانتوما كتشوفوا القياس ديالو، غيبقى لكم قياس واحد واحد الصبع يعني ما عامرش. وغادي نضيفو كما كتشوفوا، غادي نضيف دانون ديالي ديال درهم، نحاول نفرغوه كامل. سمحوا لي البنات تعطلت عليكم، ما حطيت حتى شي حاجه، ولكن كانت عندي شويه الخدمه مزيره، يعني ما كنتش كنقال الوقت فين نصور ولا فين، وغا كندير شي حاجه كنديرها بالزربه وما كيكونش عندي الوقت هكا نصور. صافي البنات غادي ندوز دابا نعمل بعدا الفاني هذا. صار شي واحد ديال الفاني، تقدروا نتوما تنكهوا باي حاجه بغيتوا، يعني بقشور الليمون ولا اي حاجه بغيتوا. انا حيتاش غادي ندير هذا دانيت نتاع الكراميل في صافي، وغادي نسد البنات انا غنسد عليها. صافي وغادي ندور، هايبان لكم من تحت البنات يعني داك الخليط كيتخلط بواحد السرعه رهيبه. شوفوا الخليط ديالنا في البلاصه ولا ابيض، هانتوما هانتوما البنات. انا غنحل لكم باش تشوفوا، شوفوا الخليط ديالنا كيفاش ولا، غنقرب لكم يعني ديك المده اللي غادي تضربوا فيها واحد التمار باش غادي تخلطوا هذيك الخليط تيولي لكم في هذا اللون هذا، باش كيولي اللون ديالو ابيض. يعني ما كملش حتى جوج دقائق ما كاملش، شوفوا كي ولا الخليط ديالنا تخلط مزيان.
صافي غادي نكمل دابا المراحل. شنو غنعمل؟ هاد الساشي هادي نتاع 8 غرام خمارة، صافي غادي نبدا نضيف الدقيق وندور حتى نوصل ديك القوام اللي بغيت انا. هانتوما البنات غادي نضيف دابا واحد المعلقة الفورص اللي غربلتو، غنضيف بالمعلقة، معلقة كبيرة، ها تانية وها تالتة، صافي وغادي نحبس. غنخلط هاد المكونات هادي عاوتاني وعاد نكملو ديك الساعة، نشوفو القوام ديالها في الوصل ونكمل. هنا البنات كتبداو تحسوا بالاله شويه كتقال في يديكم، علاش؟ لان بدينا كنضيفوا الدقيق، كما كتشوفوا انا ضفت 3 المعالق كبار ديال الدقيق. صافي دابا غادي نحلو عليها ونشوفوا. شوفوا البنات ها القوام تاع الخليط دابا كيفاش داير. انا بغيتها البنات تجيني خفيفه، داكشي علاش غادي نكتفي بهذا القدر ديال الدقيق، ما بغيتهاش تجيني ثقيله بحال هكايا اللي راه عاقده دابا. صافي دابا غنحاول نحيد هذا الموس هذا اولا السكين تاع الاله. غادي نحاول نحيدو، سهل البنات ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره. دابا هنا غادي نضيف البنات هذا، ما كتضيفوش ملي تيكون الموس لانه غادي يطحنوا لكم، ما غاديش يبقى باين. فحتى تساليو الدقيق وفي مره عاد غادي تضيفوا هاد المكسرات هادو. نتوما تقدروا تضيفوا بزاف، انا عندي غير كاوكاو والقرقاع هو اللي ضفت. صافي غنحاول ندمجو في هذا الخليط هكايا بحال هكا، يعني غير يدخل في ديك العجينه. ها نتوما دابا غيبان لكم، ها هو شفتوا. صافي غادي نخلي هادي جنب وغادي نجيب المول ديالي غندهنو ونرجع معاكم. ما بنات وهنا عندي هاد الشوكولاط، هاد النوع من الشوكولاط كيكون فحال هكا على شكل وريضات بحال هكا، خديتو. غادي نجيب واحد السكين، غادي نحاول نقسم هاد، هي محشوه من الداخل ب كريمة تاع فريز تاع الفراولة. شوفوا البنات كيفاش دايرة، غادي نعاود نقسمها على ربعة لأنني هادي غير غادي نلوحها معاها في وسط الخليط. يعني ملي غنكون تنكب هداك الخليط في المول غادي نلوح هاد الطريفات هادو في الوسط نتاع هانتوما. نتوما تقدروا تستغناو عليهم لانهم ماشي شي حاجه ضروريه، غير انا يعني هاد الكيكه هادي دايرها مفاجاه ايوا، بغيتها تكون شي حاجه زوينه. المهم البنات المول ديالي انا لبستو دهنتو بالزيت، غير بالزيت البنات، ولبستو بالدقيق بحال هكا. صافي نحاول نخلط ديك المكسرات باش ما يتجمعوش بلاصه وحده.
صافي. وهكا تحاولوا تهزوا يديكم شويه للفوق ملي تكونوا تتخويو. حال هكايا دابا غادي ناخذ هاد القطع هادو وغنحاول نضغط عليهم شويه هكا في الداخل باش منين تنفخ الكيكه يجيو هما يعني في الوسط. هكا تجي ديك النكهه ديال الشوكولات مع الكراميل غيكون في التزيين مع هاد النكهه ديال الفراوله في هاد الشكليطات هادو. البنات دغيا كتوجد يعني هاد الكيكه هادي في هاد الاله العجيبه في رفيسة كتوجد. وصدقوني راه والله حتى ما تحتاجوا ديروا يديكم يعني كتخلط بواحد السرعه فائقه وما تحتاجوش تستعملوا يديكم هكا ولا تطرب اليداوي ولا شي حاجه غيب هادي صافي غير كدوروا شويه كتستحل لكم يعني ما كتاخذوش واحد المجهود كبير باش تصايبوا كيكه صافي. غادي ندخلها دابا للفران ها نتوما غادي ندخلها للفران ومن طيب نرجع معكم البنات. هنا حبيباتي كما كتشوفوا يعني الكيكه ديالي وجدات نفخات يعني غير بيضه وحده شوفوا تبارك الله نفخات. غادي نزولها ها نتوما كما كتشوفوا راه ما كتلصق ما والو ها نتوما صافي. وغادي نحطها بحال هكا. عندي هنايا دانيت نتاع الكراميل وعندي هنا باستا محكوكه باستا محكوكه. شوفوا انا حكيتها في داك الرقيق البنات تقدروا تحكوها يعني غليظه شويه ماشي مشكل. نوريكم النوع ديال الباستا اللي يعني هاد النوع يعني راه كلشي غيعرفو خلاص راه دابا معروف بالنكهه ديال الفريز. انا هذا هو اللي حكيت بالنكهه ديال الفريز حكيتو هنا صافي. غنجيبو غير واحد المعلقه يعني صغيره باش غنخدم بحال هكا صافي. غنحاول ندوز هاد الدانيط على الوجه نتاع الكيكه ديالي بحال هكا. ثم البنات كتعرفوا يعني كنمشي معكم غير يعني على قدر الاستطاعه ديال كل واحد يعني ماشي كلشي يمكن له يدير الكريمات وماشي كلشي يمكن له يصايب داكشي غالي فراه باشياء بسيطه يمكن لينا نخلقوا الفرحه كما كنقولوا بحال هكايا. دابا غادي نحاول ندوز واحد الشويه بحال هكا في الجناب غادي نحاول ندوزو غير يعني غير مسحه خفيفه غير باش تلصق ليا هاد الباستا هادي بحال هكا يعني غير مسيحه خفيفه باش تلصق ليا الباستا ديالي وصافي. حنا ما بغيناش نكثروا البنات باش هكا يعني حتى الكيكه ديالنا واخا تبقى ديك الباستا ما ترطابش يعني ما تدوبش في هذا الكراميل هذا داكشي كما قلت لكم يعني غير مسحه خفيفه غير باش تلصق لينا وصافي. حنا ما عندناش غرض يعني في الجناب لان راه
الكراميل كاين في الجهه الفوقانيه بحال هكا. المهم نتمنىها تكون مفاجأة زوينة، واخا هي بسيطة وعلى قد الحال، ولكن كما كنقولكم راه ديما ماشي ديما الغالي هو اللي كي شي حاجة غالية هي اللي كتعجب، ممكن حاجة بسيطة وتفرحنا. هاكا المهم انا قربت سالي دابا هاد الكاميرا باقي غنخدمها. دابا شنو غير غادي نحاول نهز هاد الكيكه في يدي شفناس، وغادي نبقى نحاول نلصق ليها هاد الباسطة هادي. بحال هكا غنستمر بنفس الطريقه، يعني حتى نكمل البنات هاد الدوره ديالها كامله ونرجع معكم باش هكا ما نطولش عليكم. هانتوما البنات انا كملت ليها الدوره يعني ديالها كامله بهذاك الباسطة، صافي غنحاول نغسل يديا باش نرجع نكملو لها التزيين. هنا البنات انا رجعت معكم، دابا غادي نكمل هاد دانيط هذا على الوجه نتاع الكيكه ديالنا. ما البنات بلاصه هاد الباسطة يعني اللي درت انا ماشي ضروري نتوما زعما تربطوا بهذا النوع هذا، كلكم ديروا اي حاجه بغيتوا، يعني هذيك الباسطة نتاع درهم ديروها حتى هي، تقدروا ديروا كاوكا ولا ايفيلي، يعني ما تقيدوش بهذا الشيء اللي انا درتو. شوفوا تبارك الله البنات راه غير يعني غير طاس واحد نتاع علبه وحده نتاع هذا دانيط ديال الكراميل، يعني راه يصايب لكم كيكه جوج دراهم غتصايب لكم كيكه. وكاش حمل فوق البنات. المهم اللي صاوباتها ما تنساش تخلي لي في لي كومونتير، صراحه هي راه كتجي بنينه بزاف والله البنات ما كنكذب عليكم، كتجي زوينه بزاف هذه نتاع دانيط بصفه عامه، يعني لا شوكولات ولا كراميل كتجي زوينه. بحال هكا صافي غادي نحاول نديرها هكايا، يعني غنحاول ندير فيها واحد التموجات. هانتوما البنات نحاول نقرب لكم شويه، يعني كتاخذوا غير معلقه ديالكم وكتبداو تشدوا من الجنب هكا وتجيبوا الوسط باش كنديروا فيها هاد التموجات هادو. بحال هكا يعني انا ساليت صافي، غادي نحاول ندور ليها هنا واحد شويه نتاع الباسطه. يعني المهم التزيينه البنات كيبقى لكم نتوما اختيار، كما زعما كما شفتوا قبيله يعني الداخل راه فيه المكسرات، تقدروا تزينوا حتى بالمكسرات من الفوق بالزبيب الكركاع اللوز كاوكاو اي حاجه بغيتوها. المهم انا غادي ندير غير الباسطه لانني درت ليها الباسطه في الجنب، غندير ليها حتى الباسطه في هذه الدوره هذه ونرجع معاكم. هانتوما حبيباتي كي كيجي الشكل ديالها كيفاش داير، انا خديت غير كاوكاو يعني قسمته على جوج وزينت به، يعني مشيت كندير غير نص حبه نص حبه الكاوكاو، يعني غير بحال هكا غير بحال كيما كتشوفوا هنا، يعني غير تزيين وصافي.
غير هنا في الجنب وهنا دورت ليها هاد الباستا هادي. المهم نتوما قلت لكم تزينوا باش ما بغيتو، انا اكتفيت غير بهاد يعني غير بهاد البانيت نتاع الكراميل وهاد الباستا هادي صافي، يعني حاجه سامبل بركه بلا ديك كثر الزواق. ولكن المهم نتوما تقدروا ديروا اي حاجه كما قلت لكم القرقاع اللوز افيلي بحال الكاكاو وهنا بلاصه باستا، اي حاجه بغيتوا ديروها ديروها، يمكن لكم تحلوها يعني طبقات وديروها على شكل طورطه يعني يجوا فيها الطبقات وتقسموها بالكريمه. المهم انا عطيتكم غير فكره، نتوما ديروا الحاجه اللي بغيتوا تشهيتوها. تانتم البنات كيكي شكل ديالها غزال الصراحه كما كتشوفوا، وكتجي خفيفه من الداخل يعني ما كتجيش هكايا ثقيله وغليظه، كتجي خفيفه بزاف. انا نهز لكم باش تشوفوا، شوفوا البنات كيجي فيها ديك اللوز وديك عفوا ديك القرقع وديك الكاوكاو من الداخل. ها نتوما كتجي غزاله غزاله البنات، وكتجي هشيشه. ها نتوما ونتمنى تكون عجبتكم الفكره ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف البنات اللي كيجربوا داك الوصفات ديالي، كنشكركم بزاف بزاف، ونتلقى معكم فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. خليكم على خير.